السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي طلبه سينيور 2، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله رب العالمين. النهارده هنحل شيت نمبر 1 على ليسون 1 اوتو تروفيك نيوتريشن. تعال كده نحل سؤال. ده شيت على ليسون 1. طبعا سيادتك لازم تكون مذاكر كويس جدا الاوتو تروفيك نيوتريشن، لازم تكون عارف انواع النيوتريشن عندي، اوتو تروفيك وهيترو تروفيك. الاوتو تروفيك اللي هو الفوتوسينثيسيس، البلانت ياخد كربون دايوكسيد من الاير، ووتر مينرال سولت من السويل، لازم يكون في عندي سان لايت، يبدا يعمل فوتوسينثيسيس. فين؟ في الليف. فيكون الاكل اللي هو جلوكوز في الليف، لان الليف هي المين سايت اوف فوتوسينثيسيس او الفود فاكتوري، مصنع تكوين الاكل. طيب لما اجي اتكلم بعد كده على اول سؤال عندي بيقول لي، اقرا كده واحده واحده جاوب معايا. بيقول لي this figure shows two plants. انا عندي نباتين اتنين، تعال كده نبص كده. عندي two plants، واحد يا جماعه لونه جرين هنا عندي، وواحد تاني اللون جرين الاول. بس كده واحده واحده، اللون جرين ده ماله؟ لما اتكلم على البلانت ده اللي هو نمبر 1، ده بلانت لونه جرين، يعني يا جماعه بيعمل اوتوتروفيك نيوتريشن، يعني بيعمل فوتوسينثيسيس، يعني يا جماعه نبات بروديوسر، كائن منتج للغذاء. طب حلو، يجي نبات تاني ده لونه مش جرين، مش جرين يعني ما فيهوش كلوروبلاست، يعني ما فيهوش كلوروفيل، يعني لونه مش اخضر، يعني مش هيعمل ابزوربنج سان لايت، يعني مش هيعمل فوتوسينثيسيس، يعني مش هيعمل جلوكوز، يعني مش هيعمل اوتوتروفيك نيوتريشن. يعني كده يا جماعه هيعمل النوع التاني اللي هو الهيتروتروفيك نيوتريشن. لما يجي بلانت يجي يهجم على نبات تاني، يبقى البلانت التاني ده جاي بارازايت عليه، يبقى ده كده عباره عن بارازايت. ده بارازايت يا جماعه، كلام حلو. طب يا جماعه الاوتوتروفيك نيوتريشن في الحاله دي بيبقى هو الهوست، النبات يا جماعه هو الهوست عندي او الضيف. يبقى نمبر 2 ده البارازايت، نمبر 1 يا جماعه عندي هو الهوست. يبقى لما اجي اختار الاجابه هختار بلانت ايه از ذا هوست فور بلانت بي، الاجابه عندي هتبقى ايه؟ يبقى انا عندي الاخضر ده بيعمل فوتوسينثيسيس، انما رقم نمبر 2 لونه مش اخضر ما بيعملها، بيعمل هيتروتروفيك نيوتريشن نوع بارازايت. طيب سؤال نمبر 2 بيقول جايب لي شكل عندي كده وبيقول لي the opposite figure shows a transverse section. كلمة transverse section يعني قطاع بالعرض. جبت root بتاع نبات ورحت قاطع بالعرض كده. لما قاطع بالعرض كده أنا كده أخبار بس TS transverse section. أمال لو جبت الروت وقطعته بالطول كده يبقى LS longitudinal section. طيب جبت كده عندي root اهوت، تعال نكبر كده الروت ده ونشوف إيه اللي حصل عندي. انا ما يهمنيش السؤال حل السؤال، يهمني انك انت تجيب لي البيانات اللي عندي. بص يا سيدي، لو انا عندي كده ده الروت، عندي نمبر 2 ده مين دي يا جماعه؟ دي عباره عن الروت هير، الروت هير اهو دي اللي بتعمل ابزوربنج الووتر والمينرال سولت، وهي دي الاجابه اللي عندي اللي هي نمبر 2 اللي انا عايزها اصلا. طب انا مش هينفع اسكت على كده، لا يا جماعه اي رسمه استفاد بيها. استفاد بيها ازاي؟ عندي نمبر 2 دي عباره عن روت هير، نمبر 1 دي الحاجه اللي طالع منها مين؟ اللي طالع منها الروت هير. مين دي يا حبايبي؟ دي عباره عن الايبيديرمز. الايبيديرمز دي هي اول لير او اول طبقه من الروت. طب المسافه دي بقى او الحته اللي بعد الايبيديرمز دي ليها اسم، دي عباره عن الكورتكس. كورتكس كورتكس. طب جوه عندي هنا اللي جوه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن فاسكولار باندل. يعني ايه فاسكولار باندل؟ يعني زايلم وفلويم. في واحد فيهم هيدخل الميه، واحد تاني هيدخل الميه يا جماعه عشان خاطر يوصل الووتر من الصوت من الروت للستيم للليفز، فالليفز تعمل فوتوسينثيسيس. كلام حلو. الاكل بعد ما يتكون في الليف ينزل كده في انبوبه ثانيه اسمها فلويم، فالاثنين ماشيين جنب بعض. انا عندي زايلم وفلويم، زايلم وفلويم فين؟ في الروت ماشيين مع بعض، في الستيم ماشيين مع بعض، داخلين جوه الليف. الميه ماشيه في الزايلم من الروت للستيم للليف، فين؟ في الزايلم. طب والفلويم بيكون فاضي. الاكل بيتكون في الليف، بعد ما يتكون يمشي فين؟ في الثانيه اللي هي الفلويم. فالاكل يمشي في الفلويم من الليف الى الستيم ينزل للروت. فانا عندي حاجتين اتنين، اللي بالاحمر دي اللي هي نمبر 3 عندي هي الزايلم لمعلوماتك، اللي بالازرق دي هي الفلويم اللي هتجيب الاكل من الستيم، اللي يجيب الاكل من الليف. الاكل يتكون فين؟ في الليف. يبقى الاجابه عندي يا جماعه هنا، انا مش مهم عندي الاجابه، هو عندك هنا بيقول لك مين اللي بيعمل ابزوربنج الووتر ومينرال سولت؟ عندي نمبر 2 اللي هي الروت هير بتعمل ابزوربنج ووتر اند مينرال سولت. بس انا يا جماعه دلوقتي عرفت كل الديتيلز اللي عندي على الرسمه، ده روت هير جاي منين؟ من الابيديرمز، لان الروت هير عندنا في المنهج ات از ان اكستنشن، امتداد فروم سنجل سيل، خليه واحده من الابيديرمز. ده عندي كده هامين الابيديرمز عندي. طيب حلو. سؤال نمبر 3 بيقول، لما اجي ابص على سؤال نمبر 3 صغر كده شويه، بيقول لي what happens if the water concentration. حبايبي بعد اذنكم انا دلوقتي بص خلي بالك هديك كام هنتايه صغيره كده، كام نوت صغيره تشتغل بيها. اول سؤال او اول هنتايه انا اقول لسيادتك مستر هو انا بحل بالميه ولا بالملح؟ لا يا جماعه ما بنحلش بملح، بنحل بميه. يبقى لو انت عندك سولت هتجيب منه الميه، تجيب بقيه ال 100% قد ايه ميه؟ رقم 2
لما ابص في السؤال عندي هل بيقول ووتر كونسنتريشن تركيز الميه ولا السولت او السوليوت كونسنتريشن او الكوسوليوشن نفسه تركيزه ايه؟ جماعه لما يقول لي تركيز محلول 3% يبقى 3% سولت 97% ووتر ميه، يبقى لما اجي ابص على السؤال هنا بيقول لي ايه؟ لما تيجي تحل سؤال زي ده لازم تعمل كده ووتر كونسنتريشن، تعمل هنا كده مربع كده عندك ده عباره عن الووتر اف وات اف هابنز اف ذا ووتر كونسنتريشن ان ذا سويل سوليوشن از ليس ذان، بتكلم على تركيزات ميه في السويل اقل من الساب فاكيل اوف ذا روت هير. ما ينفعش مهما كنت شاطر ومهما كنت متمكن في الماده تحل السؤال زي ده بعينيك، ما تحلش حاجه بعينينا في البايو. في البايو بنكتب كلام ونعمل اسهم، يا اما سهم عالي لفوق يا اما سهم عالي لتحت. اهو انا عندي حاجتين اتنين، انا عندي يا جماعه سويل اهوت، دي كده عباره عن سويل وده كده عباره عن روت هير. طب لما اجي اتكلم بيقول لي تركيزات الميه، الميه عندي في السويل تركيزها اقل من تركيزها في الروت هير. جماعه هو ميه بتتحرك يبقى ايه؟ اوسموزس. اي حاجه غير الميه ديفيوجن. جدع جدع برافو عليك. يبقى الميه اوسموزس، اي حاجه غير الميه سواء كان مولكيولز او ايز يبقى ديفيوجن. طب هنا عندي بيقول لي ميه بتتحرك، هي الميه يا جماعه بتتحرك منين؟ من هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن. منين؟ من سيمي بارون ممبرين. لازم السيمي بارون ممبرين بيكون فيه فتحات صغيره بتعدي منها الووتر فروم هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، ده في الاوسموزس. طب فكك من السؤال، لو بتكلم على الديفيوجن، الديفيوجن هو الموفمنت اوف مولكيولز اور ايونز فروم هاي كونسنتريشن تو لو كونسنتريشن. امتى الحاله الوحيده اللي بحرك فيها من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن؟ هو الموفمنت اوف ايونز، لما الايونز تتحرك من اللو للهاي. لما اكون يا جماعه بص العادي والطبيعي او الكونسنتريشن جريدينت تدرج التركيز من الهاي لللو زي الاوسموزس، الميه من الهاي لللو. طب الديفيوجن المولكيولز او الايز فروم هاي تو لو. طب امتى اتحرك اجينست كونسنتريشن جريدينت؟ في الاكتف ترانسبورت، والكلام على ايونز بس، الكلام على ايونز بس من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن. ساعتها بص 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 ساعتها محتاجين حاجه، بص بص حاجه تزق عشان افورس الايون، اجبر الايونز تو موف اجينست كونسنتريشن جريدينت ضد تدرج التركيز. لما ازقها انا محتاج ايه؟ جدع انرجي. انرجي يعني ايه؟ يعني اي تي بي جت منين؟ من السيلر ريسبيريشن، من التنفس بتاع الخليه. تعالى هنا عندي الميه هنا في الحاله دي هتحرك منين؟ من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن. يعني الميه داخله جوه النبات ولا طالعه؟ طالعه من النبات. يبقى يا جماعه الميه طالعه من النبات الى الى السويل، يعني ساعتها ها عندي ايه اللي بيحصل؟ ات جينز ووتر، الروت هير بتكسب ميه؟ لا. ات لوزز ووتر، ايوه هي دي الاجابه الصح عندي، بتفقد الميه، لان هي فقدت الميه بره بره النبات، عندي طلعت بره فين؟ في السويل. يبقى عندي ان هنا في الحاله دي البلانت هيفقد الووتر او بيلوز الووتر بره فين؟ عندي في السويل. طيب ده سؤال حلو. بص السؤال الجاي ده بقى جايب لي سؤال، يا سلام على السؤال اللي كان في الكويز، يا سلام على السؤال، يا سلام على السؤال. بص بص الجمال، بص الجمال، سؤال حلو. السؤال ده يا جماعه فكرته متكرره ياما مع اختلاف شكل السؤال عندي. لما اجي احل السؤال زي ده اعمل ايه؟ قبل ما احل اصلا لازم اكون شاطر الله يخرب بيت التكنولوجيا. جماعه انا عندي سوليوشن اسمه اكس وسوليوشن اسمه واي. فين الاكس اللي في المحلول بره؟ الواي ده اللي جوه. وده بيقول لي سيمي بيرمال ممبرين. طالما قال لي كلمه سيمي بيرمال ممبرين معناه كده ان لازم يحصل عندي اوسموزس. كلام حلو، يعني في ميه هتتحرك. طب بص هنا بيقول لي السوليوشن تركيزه 3%. هنسأله الامريكاني من ورا الكاميرا، يا امريكاني 3% ميه ولا ملح؟ جدع ملح. قال لي 3% ملح. لو 3% ملح يبقى قد ايه ميه؟ 7 جدع 97% ميه. جدع برافو عليك. بص 3% محلول 3%. لما مثلا بص بص البت اياها وقعت مننا في الحصه، شلناها هلا بلا صلي صلي على المستشفى على طول، راحوا للمستشفى علقوا لها محلول جلوكوز مكتوب عليه محلول جلوكوز 15%. ها يا معلم، يبقى 15% ميه ولا جلوكوز؟ جلوكوز. جدع، يبقى قد ايه ميه؟ ها 85% ميه. يبقى التركيزات عندي تركيزات ميه ولا ملح او ميه ولا سكر ايا كان، ووتر ولا ها ولا سوليد او سولفنت. ها عندي الووتر ده السولفنت، اي سوليوشن في الدنيا اي محلول بيتكون من حاجتين اتنين، سولفنت وسوليد. سولفنت اللي هو الميه ثابت، السوليد يا اما ملح يا اما عندي ها سكر. يبقى بص تاني، قول تاني يلا يا معلم. ها سوليوشن اكس 3% امريكاني 3%، يبقى 3% ميه ولا ملح؟
ها ميه ولا ملح؟ جدع ملح. يبقى يا جماعه سوليوشن اكس 3% يبقى 3% سولت، لما اقول له 3% ملح كملهم ميه يبقى كام في الميه ميه؟ جدع 97% ميه اهو، 97% ميه اهو، كلام حلو. ما بحلش بتركيزات املاح، بجيب تركيز الميه من الملح. طب بص يا سيدي، لو هنا عندي 1% يبقى 1% سولت ولا ووتر؟ سولت اهو، يبقى 1% سولت. جدع امريكاني خلاص هيشتغل بايو. طب يبقى كام في الميه ميه؟ 99% ووتر، كلام حلو. عشان اعمل اوسموزس حركه ايه؟ حركه ميه. حركه ايه؟ حركه ميه. ذا موفمنت اوف ووتر منين؟ من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن ثرو سيمي بيرمبل ممبرين. الميه تركيزها عالي فين؟ هنا ده هاي كونسنتريشن. الميه قليله فين؟ لو كونسنتريشن. يعني الميه تتحرك من 99 ل 97 نتيجه الان ايكوال كونسنتريشن، اختلاف التركيزات لازم تنقل الميه. فالميه تقول لك بس انا حل لك المشكله دي، لازم ابدا اعمل بالانس. علشان تعمل بالانس هنحرك الميه. منين نحرك الميه؟ من الهاي كونسنتريشن الى لللو كونسنتريشن، اسمها ايه؟ اسموزس. جدع يبقى انا هحرك الميه من هاي كونسنتريشن اللي هو عندي الواي اللي هو 99% ميه لمين؟ الى الاكس اللي هو يا جماعه 97% ميه. فهختار الاجابه عندي الواي، الميه تتحرك من الواي للاكس باي اسموزس. يبقى انا لما اجي همسح الكلام ده كده هبدا ابص عندي كده هنا في السؤال، بص هختار مين؟ اختار فروم واي تو اكس باي اسموزس، الاجابه عندي هتبقى بي. سؤال حلو. تعال نشوف السؤال اللي بعديه، سؤال البطاطسايه. بص يا سيدي، سؤال البطاطساية عندي ده انت كان عندك فيه غلطة هنا غيرها خليها ديستلد ووتر. بيقولك انك انت عندك لو جبت البطاطساية ديت، البطاطساية دي جواها بيكون فيه، بص اسمع ركز في الكلام ركز في الكلام، جواها كونسنتريتد يعني مركز شوجر سوليوشن، محلول سكر مركز. يبقى مركز ايه؟ سكر ولا ميه؟ ها سكر ولا ميه؟ جدع سكر. يبقى مركز سكر، يعني السكر فيه ياما يبقى الميه قليله. ما انا ما قلتلكش، قلتلك في الحصه، اقول لك تاني، السولفنت والسوليوت الاثنين عكس بعض، انفرسلي بروبوشن. يعني يا جماعه السكر او الملح لو زاد الميه تقل، الميه لو زادت الملح او السكر يقل. يبقى بص عندي ده كونسنتريتد شوجر سوليوشن، يعني في سكر ياما، مركز سكر جماعه، مش اكيد مش مركز ميه. يبقى الميه هاي ولا لو؟ الميه عندي لو. بيقول لي هتحطها في سوليوشن في ديستلد ووتر، الديستلد ووتر دي الميه المقطره ذا بيورست ووتر ايفر، اكتر ميه نقيه. يعني نقيه؟ يعني 100% ووتر. يبقى 100% عندي ووتر، يعني اكيد تركيز الميه هنا اعلى بكتير من البطاطسايه. يبقى الميه تتحرك منين؟ من هاي كونسنتريشن اوف تو لو كونسنتريشن. الميه عاليه فين؟ بره في البيكر. الميه قليله فين؟ في البوتيتو. فتحركها من هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن، كده حصل اندو اوسموزس. يعني بص بعد فتره افتر 24 اورز، بعد 24 ساعه عندك في السؤال ايه اللي هيحصل؟ الميه عندك هنا في البيكر او في الجلاس بيكر هتقل، فمستوى الميه عندي هيقل، فالميه تدخل جوه البطاطسايه، فالبطاطسايه تنفخ، فالفوليوم بتاعها هيزيد، فهتكبر. فبالتالي يا جماعه عندي هنا دي كده هتكبر، فهتختار الاجابه اللي هي الرابعه دي. بس الناس الشاطره بقى لاحظت حته صغيره قوي، خلي بالك. ايه بقى؟ الناس الشاطره خدت بالها ان السؤال ده مركب. يعني ايه مركب؟ يعني سؤالين في بعض. انا عارف ان كله اختارها الاخيره دي، بس ما خدش باله من حاجات تانية. ايه الحاجات التانية بقى يا مستر؟ تعال اقول لك حبيبي، هو بعد افتر 24 اورز الميه عماله بتدخل جوه هنا، كلام جميل. طب الميه لما بتدخل جوه هنا بره الميه بتقل، فجوه الميه بتزيد. يعني بعد 24 ساعه الووتر كونسنتريشن هاي ولا لو؟ هاي. يبقى الشوجر هنا هيبقى هاي ولا لو؟ العكس، يبقى لو. يعني الميه هنا زادت لان هو نفخ، لان هو اتفخ، حصل فيه سوالينج انتفاخ. وفي سينيور 3 تعرفها ان الخليه النباتيه او البلانت سيل، البطاطسايه نبات، لما تملى ميه يبقى كده انت عملت حاجه اسمها فيسيولوجيكال سبورت، دعامه فيسيولوجيه، فكده انت خليت النبات بقى قوي مالي ميه. امال ايه يا مستر بتقول عليه ما خدناش بالها منه؟ دي موضوع الووتر اللي اسمه اكس ده، البطاطسايه دي اخده حرف الواي شايله جواها ميه. الميه دي يا جماعه هاي ولا لو؟ الميه دي قليله اكيد، اكتر اكيد، البطاطسيه جوه اكتر من بره. فساعتها الميه تتحرك من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن، يعني الميه هتروح طالعه من البطاطسيه تاني. يعني حصل اندو اسموزس وبعدين اكزو اسموزس، فخرجت بره، فالميه اكيد مستواها هنا عندي عالي.
فهمت يعني ايه سؤال مركب؟ يعني حصل مرتين اوسموزس. يعني خلي بالك انا عارفكم ان كلكم اخدتوا الاجابه الرابعه دي وما خدتوش بالكم ان مستوى الميه عالي. بص مستوى الميه عالي فوق هنا على الاخر، هنا الميه كانت فين؟ كانت هنا، مستوى هنا عالي على الاخر. اشمعنى يا مستر؟ قلت لك اهو يا عم افتر 24 اورز لازم تلاحظ التغيرات اللي هتحصل عندك، واي تغير هيحصل له ليه ترتيب تاني، والفكره دي بتتكرر ياما. خلي بالك ان انت عندك هنا الميه من الهاي للو، طب هنا الميه زادت فبقى هنا هاي، هنا الميه بقت لو، فمن الهاي هنا الى اللو كونسنتريشن اوف ووتر، فالميه مستواها عندي هنا عالي. يبقى انت عندك ده سؤال مركب، يعني سؤالين اتنين مع بعض حلوه. يبقى انا بص السؤال ده، بص بص الاجابه عندي حصل كام تغير عندي؟ حصل حاجتين اتنين هنا. بص عندي اول حاجه الميه هنا قلت، الميه هنا قلت ان هي دخلت جوه البطاطسايه. الله اكبر علينا، بص الله اكبر، بص دخلت جوه البطاطسايه نفخت، كلام حلو. رقم اتنين الميه عندي كمان عليت هنا، يعني حصل اسموزس وبعدين اسموزس تاني، فالميه عليت فوق هنا فحرف الواي بتاع البطاطسايه نفسه. سؤال حلو. السؤال اللي بعديه بيقول بيقول لي the root hairs in the plants of salty and desert soil. دي حاله شاذه، دي مش نبات طبيعي، ده عباره عن نبات مزروع في salty soil او desert plant. desert soil بتزرع فيه، بتزرع فيه desert plant characterized by the osmotic pressure. لما اقول لسيادتك كده انا عندي، ركز في الكلام، عندي هنا desert soil او عندي salty soil وعندي هنا الروت هير. جماعه بقول لك تربه ملحيه، يعني الملح فيها ياما، الصولت عندي ياما، يبقى الميه ايه؟ يبقى الميه ايه؟ لو الصولت كتير يبقى الميه مالها؟ قليله. جدع، الاثنين عكس بعض، يبقى الميه عندي قليله، كلام محترم. لما اقول لك في الصحراء هل في ميه كتير؟ لا، يبقى عندي في الصحراء الووتر عندي قليله. طالما الميه قليله يبقى الملح كتير ولا قليل؟ عالي. والله يا جدع بيشاور صح، والله ما احلف بالله كده، والله بيشاور صح، الميه عندي عاليه. يعني الاثنين شبه بعض، الاثنين الميه فيهم قليله والسولت عندي ياما. طب الروت هير، الروت هير ايه ظروفه؟ الروت هير ده يا جماعه عايز يمتص الميه. تقول لي مستر طب ما الميه هتطلع من الروت هير بره. هقول لك حاجه، هل النبات الصحراوي زي الكاكتس زي السبايني فيج زي التين الشوكي زي الصبار، هل النبات ده بيعيش؟ اه طبعا بيعيش وبيوصل لنا، ما انت طول النهار عمال بتدفع تين شوكي. طب اقول له مستر طب ازاي ده وصل لنا والتربه فيها ميه قليله؟ لذلك اقول لك لازم عشان خاطر تنقل الميه هنا لازم تزق الميه جامد. فعشان تزق الميه جامد، هو انت بص عشان تزق الميه، عشان تزقها محتاج ايه؟ ميه. ميه يعني اوزموزس، علشان تزقها لازم يكون في اوزموتيك بريشر. جدع، ضغط اوزموزي. يعني ايه كلمه اوزموتيك بريشر؟ هو البريشر او الفورس، القوه اللي هتزق الميه عشان تحركها من مكان لمكان تاني. طب اسالك سؤال هنا بالله عليك امريكاني، لما الميه هنا تبقى قليله وهنا الميه قليله، وطبعا دي حالات شاذه، ده مش نبات طبيعي، ده نبات صحراوي او سولت بلاند، علشان نزق الميه محتاجين قوه زق قويه ولا ضعيفه؟ قويه. جدع، والقويه ولا ضعيفه؟ قويه. علشان نزقها لازم الاوزموتيك بريشر بتاعي يكون قوي، فعشان نزقها لازم يكون الاوزموتيك بريشر في الحالتين الاثنين هاي ان بوث اوف ذيم، لازم يكون عالي في الاثنين، قوه زق الميه عندي تكون قويه جدا. تقول يا مستر بس احنا ما خدناش كده، انا عارف والله، انا قلت لك هو ده نبات عادي؟ هو ده نبات مثلا زرعه عندك في البيت كل يوم الصبح تصحى الصبح في البلكونه حط ميه، عامل فيها بقى غني وابن ناس وحط ميه زرع بتاع. ده نبات عادي اللي عندك في البيت، انما ده يا جماعه سواء ديزرت سويل او سولت سويل دي حالات شاذه عندي، او حالات دي اب نورمال، دي حالات مش طبيعيه عندي، لذلك زق الميه فيها لازم يكون قوي جدا، يا اما النباتات دي مش هتنمو. لذلك يا جماعه النباتات عادي بتنمو في السولت سويل، عادي النباتات بتنمو في الصحراء، بس تتميز ان النباتات دي الروت هير بتاعتها الاوزموتيك بريشر بتاعتها عاليه وقويه جدا بتزق الميه. سؤال حلو، وبين لنا يعني ايه كلمه اوزموتيك بريشر. طب تعالى في سطرين عندي في البوكلت انت مش فاهمهم قوي، يعني انت فاهمهم بس كده على قد ما انا مثبت لك كلمتين، طب تعالى كده افهمهم لك اكتر. تعالى تعالى تعالى، كل لما الملح يزيد كل لما الاوزموتيك بريشر عندي تزيد، دايركتلي بروبوشن. كل لما الملح يزيد كل ما الميه تقل، كل لما الاوزموتيك بريشر عندي الضغط الاوزموزي بتاعي يكون اقوى، يعني كل لما محلول يكون مركز اكتر مركز ملح كل لما زق الميه يبقى اقوى عندي. حلو، السؤال اللي جاي ده بقى احلى. خلي بالك
السؤال الجاي بيقول ايه؟ بيقول يا سلام على السؤال، سؤال جامد خلي بالك، كلها افكار جامده خلي بالك. بيقول لي the following table illustrates the concentration of some salts ion. انا علمتك ايه؟ بالله عليك اسمع كلامي عشان ما ترجعش تعيط بعد كده. بص some salt ions. ions ions يعني بتكلم على ions مش ميه، يبقى انا كده عرفت مين اللي بيتحرك. some salts ion inside the root here، جوه الروت هير عندي، and the surrounding soil. بص يا سيدي انا عندي المغنيسيوم وعندي النيتريت. المغنيسيوم عندي تركيزه قد ايه في الروت هير؟ هو والنيتريت، وهنا الكونسنتريشن بتاعه في السويل. حبايبي هو اي ايون بيتحرك من هنا من السويل يدخل جوه الروت هير. يعني يا جماعه الايونز هتتحرك من هنا لهنا ومن هنا لهنا. جماعه لما الايونز يتحرك من هنا لهنا هو بالنسبه للمغنيسيوم، بالنسبه للمغنيسيوم تقول لي بس 15 الى 100 75. يا سلام، يعني ال 15 ده لو كونسنتريشن، طب وال 75 هاي كونسنتريشن. لما ازق الايونز انا كده with concentration gradient ولا against concentration gradient؟ انا كده against، من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن، ودي الحاله الوحيده اللي من اللو للهاي. علشان ازق الايونز من اللو كونسنتريشن للهاي كونسنتريشن محتاج كيميكال انرجي زي الميه من شويه. السؤال اللي قبليه كنت محتاج اوزموتيك بريشر، ده في الميه، انما عندي هنا في الايون محتاج اكتف ترانسبورت ومحتاج انرجي. يعني محتاج انرجي يعني محتاج اي تي بي، محتاج اي تي بي عندي اهي. كلام محترم. طب بص يا سيدي انا دلوقتي محتاج اي تي بي، طالما اي تي بي يبقى انت كده عندك المثال ده عندي او المغنيسيوم ده عباره عن اكتف ترانسبورت، عباره عن نقل نشط. كلام حلو. طب بص على النيتريت، النيتريت هيتحرك ازاي؟ كده كده من السويل الى الروت هير. السويل 126 يعني هاي كونسنتريشن، الروت هير 47 وده عادي. مين اللي بيتحرك، ميه ولا ايون؟ ايون 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 ديفيوجن. جدع برافو عليك، ديفيوجن ديفيوجن ديفيوجن. شفت انت؟ بص 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 حماده مسك السؤال حله صح. اه والله. بس بص بقى حماده يعمل ايه بقى؟ بص في السؤال يقول لي ايه؟ يقول لي بالترتيب ايه هي الفيزيكال فينومينا اللي بستخدمها المغنيسيوم اند نيتريت. يبقى هبص الاول على المغنيسيوم وبعدين النيتريت. بمعنى هبص الاول المغنيسيوم مين؟ اكتف ترانسبورت. النيتريت مين؟ ديفيوجن. يبقى اختار الاجابه. بص هختار الاجابه مين؟ اكتف ترانسبورت اند ديفيوجن ريسبكتيفلي بالترتيب الاجابه سي. تقول لي يا مستر امتى حماده يغلط؟ اقول لك اشرب ميه واقول لك حماده يغلط امتى. حماده يغلط لما اقول له ايه؟ لما اقول له بص حماده من النيتريت للمغنيسيوم، يقول لي هو ايه وحل السؤال صح وفاهم والله، يقول لك ايه اكتف ترانسبورت وبعدين ديفيوجن. يا عم ركز يا عم ركز، انا بقول لك ريسبكتيفلي بالترتيب، يبقى بالترتيب اللي انا عايزه. هو اللي انت عايزه انا اللي بحط الامتحان مش انت. يبقى انا عايز الاول بص هنا في المغنيسيوم وبعدين النيتريت. يبقى بص الاول على المغنيسيوم وبعدين النيتريت. طب عايز العبك في الامتحان، استغل انك انت متوتر، اقول لك ايه نيتريت وبعدين مغنيسيوم. فالاجابه عارف لو انا لخبطتهم يبقى ديفيوجن اند سيلكتيف اكتف ترانسبورت ريسبكتيفلي بالترتيب. عرفت كده حماده يغلط في ايه؟ عرفت انت بتغلطوا في ايه؟ اللي التركيز فقط لا غير. ركز بقى. تعال نبص على السؤال الجاي. يا سلام على السؤال ده، سؤال جامد. بيقول لي which of the following graphs represent the relation between العلاقه ما بين the cell stock تخزين الخلية من الـ ATP. الخلية بتخزن كمية قد إيه من الـ ATP؟ إمتى؟ For an aquatic plant، نبات بحري. With time، يبقى أنا العلاقة عندي ما بين، بص العلاقة عندي ما بين الـ cell stock of ATP molecules with time، مع الوقت. إمتى؟ When some ions enter into the cells against concentration gradient. يعني ايه كلمة against concentration gradient؟ ضد تدرج التركيز، يعني من اللو للهاي. يعني انت بتتكلم على حالة اسمها active transport، عمالة تتكرر ياما، فكرتها كتير، لازم تيجي في الامتحان دي، رهانة وعلى فلوس، لازم تيجي في الامتحان. هسألك سؤال. مع مرور الوقت، خليك معايا هنا تحت. مع مرور الوقت، يعني الساعة عمالة بتعد، الوقت عمال بيجري، الوقت عمال بيجري. انت شغال ازاي؟ against concentration gradient، يعني انت بتستهلك اي تي بي. يعني مع الوقت، بص الامريكاني، بص الامريكاني، مع الوقت انا بستخدم الاي تي بي، مع الوقت يعني الوقت بيزيد.
كميه الاي تي بي اللي انا عندي متخزنه بتزيد ولا بتقل وانا بستهلكها؟ هتقل. يعني كميه الاي تي بي عندي الستوك بتاع الاي تي بي بيقل لان انا بستهلكه في الاكتف ترانسبورت. معايا يا جماعه؟ يبقى مع مرور الوقت الاي تي بي بيقل. بيقل ليه؟ عشان خاطر بستخدمه اجينست كونسنتريشن جريدينت. يبقى مع مرور الوقت الاي تي بي بيقل، يبقى ده كده دايركتلي ولا انفرسلي؟ انفرسلي جدع. يبقى الاجابه عندي هتبقى دي اهي يا مستر. مع مرور الوقت السيل ستوك بيقل، تخزين الخليه بيقل، لانك انت قلت لي اجينست ها كونسنتريشن جريدينت ضد تدرج التركيز، انك انت ماشي ها من اللو للهاي لازم محتاج الاي تي بي، فانت بتعمل كونسامبشن اوف اي تي بي، بتستهلك لك الاي تي بي بتاعتك علشان تجبر الاينز تزقها من اللو للهاي. سؤال حلو. السؤال الجاي ده بيقول ايه؟ السؤال الجاي بيقول لي from the opposite figure. ده سؤال مباشر وسهل. بيقول لي the opposite figures what is the following represent the ion exchange. امتى يحصل ion exchange؟ عندي تبادل ايونات. هي فقط الكاتاين اكستشينج. ده بيحصل كاتاين اكستشينج ومش اي كاتاين. الصوديوم بس والبوتاسيوم ماضيين مع بعض معاهده سلام. ممكن الصوديوم يطلع ياخد مكان البوتاسيوم عادي، ممكن البوتاسيوم يطلع ياخد مكان الصوديوم. فانت عندك الكاتاين اكستشينج مع البوتاسيوم والصوديوم بس، ممكن يبدلوا مع بعض، دول معاهده سلام مع بعض يعملوا شغل حلو. يبقى الاجابه عندي هتبقى واي. ده سؤال مباشر جدا، ملناش دعوه بالاسئله المباشره، خلينا في الصعب والتقيل عشان احنا شغلنا على الصعب والتقيل، مش عايزين اسئله هبله. اهبل ده سؤال اهبل منه، اهبل منه ده، خلي بالك اهبل منه. بس بيقول لي لو انت عرفت البلهاريزيا وورم، بلهاريزيا وورم او الاسكاريس وورم، اي دوده تعمل ايه؟ بارازايت. فين البارازايت؟ اجري ايدك تجري على طول على البارازايت. خدناه في المنهج دي مثال مباشر. البارازايت عباره عن كائن متطفل يدخل جوه جسم الانسان، ياكل اكله ويشرب شربه ويصيب الانسان بمرض. اهو البارازايت زي البلهاريزيا وورم، نوعه هيتروتروفيك نيوتريشن بارازايت. السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه بقى سؤال حلو جدا. السؤال اللي بعديه ده انت ممكن سيادتك تحله وانت معاك تلات ارباع او تلتين الاجابه بس. ازاي؟ لما انا بقول لك عندي اورجانيزم اسمه اكس، تيك سمبل رو ماتيريالز فروم ذا انفايرمنت اند كونفرت ذيم انتو كومبلكس اورجانيك سبستنس. مين ده؟ ده الجرين بلانت. ده الكلام ده عندك في المنهج طبيعي. الجرين بلانت او ده كائن هيعمل اوتوترافيك نيوتريشن. كلام جميل. هبص على الاختيارات، ابوس ايديك يا حماده يا حماده. اكس واي زد، هو عايز الاكس وبعدين الواي وبعدين الزد. طب لو قلت لك زد واي اكس انت كده باي باي مع السلامه. فبص في السؤال قبل ما تيجي، قبل ما ايدك تبقى ايدك اللي عايز تتقطع تجري على الحل، اقرا السؤال الاول صح. طب بص لي كده ليه؟ Which of the following choices can represent the organism X, Y, Z respectively بالترتيب؟ ده كده autotrophic nutrition. الأورجانيزم اللي اسمه Y بيعيش في الالمنتري كانال، في القناة الهضمية بتاعت other living organism، وبيتغذى على أكله. يبقى ده كائن بارازايت عامل زي البلهاريزيا وورم أو الأسكاريس وورم، أي وورم. يبقى ده كده كائن بارازايت. على فكرة أنا كده معايا تلتين الإجابة بس. يبقى انا كده هختار في الاجابه، هو قال لي في السؤال اكس واي زد، يبقى اختار الاكس الاول. مين الاكس؟ هختار يا اما كورن بلانت يا اما سي يا اما دي. كلام جميل. وبعدين بيقول لي واي بارازايت، هختار البارازايت. هل الاسكاريس بارازايت ولا المشروب؟ لا، المشروب ده عباره عن فانجس، والفانجس ده عباره عن سابروفايت، سام فانجاي زي المشروم او ايا كان اي فانجاي. يبقى الاجابه عندي تبقى الاسكاريس وورم. فانا كده من قبل ما اكمل هختار الاجابه عندي سي. او ممكن يا جماعه اكمل واقول ليفنج جروينج ان ذا بليسز ذات ار ريتش ان اورجانيك سبستنس. يبقى انت كده بتتكلم على السابروفايتس اللي بتتغذى على اجسام الكائنات الحيه وهي ميته. مستر ايه الفرق بين البارازايت والسابروفايت؟ البارازايت ده كائن بيتغذى على جسم الكائن الحي وهو عايش 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 عايش، انما السابروفايت وهو ميت 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 ميت. زي مين؟ زي الايه؟ زي المشروم فانجس. عندي المشروم بيتغذى على ايه؟ اجسام الكائنات الحيه الميته. سؤال حلو، سؤال حلو برضو، نفس فكره البارازايت. حللنا يا مستر. عينيا يا سيدي عينيا مستر. ايوه عندي بلانت نمبر 2 بلانت نمبر 1. مين جرين؟ 2. مين اوتوتروفيك؟ ده الاوتوتروفيك. كلام حلو. يبقى ده كده مين يا جماعه؟ ده الضيف، ده الزبون، ده الهوست. مين اللي هتطفل عليه؟ النبات اللي جنب منه. جماعه النبات ده طبيعي حقيقي، عنده روتس حقيقيه، انما ده اصلا ما عندوش روتس يا جماعه اصلا. الروتس هي طالعه من هنا، هي طالعه من هنا، هي طالعه من هنا هي. يبقى رقم نمبر 1 ده عباره عن ايه؟ بارازايت. يبقى ده يا جماعه هو البارازايت. مين الهوست؟ النبات الاخضر ده. يبقى 1 بارازايتس اون 2. يبقى الاجابه عندي ذا بلانت 1 بارازايتس اون بلانت نمبر 2. خدنا نفس الفكره دي في اول سؤال خالص عندك في الشيت.
بيقول لي which of the following have no relation, مفيش علاقة, مفيش علاقة, no relation with the fitting of root hair to its function in absorbing of water, of water from soil. مين اللي ملوش علاقة بامتصاص المية بتاعة الروت هير؟ فأنا هختار الإجابة اللي ملهاش علاقة بأبزوربينج الوتر. طيب أول سؤال بيقول لي the absence of كيوتين layer. على فكرة يا جماعة غياب الكيوتين ده بيساعد جدا في امتصاص المية. أصل الكيوتين ده عبارة عن مادة impermeable غير منفذة للمية. لو موجود كيوتين هيمنع المية, يبقى دي علاقة بالمية. يبقى الإجابة دي أنا مش هختارها, يعني الإجابة دي أصلا صح. أنا عايز الإجابة اللي ملهاش علاقة. Number two, the absence of large number of mitochondria. أنا هل جبت لك سيرة الميتوكوندريا في حاجة فيها مية؟ لا, فالإجابة دي هي الصح. طب هات number C, its large number and its protrusion outside the root. كلام صح. كل ما الروت هير تكون البروتروجنز بتاعتها أو الزوائد بتاعتها اللي بره بره ياما, يبقى أنا عندي absorbing water and mineral salt ياما, فالإجابة صح. مش هحتاجها, مش هاخدها معايا لأن هجيب الإجابة غلط. It has a thin cellulose wall. كل ما الول بتاع الروت هير عندك بيكون thin, بيهلب to perm the passage of water easily. المية تمشي بسهولة من المنهج عندك بالنص. فالإجابة عندي اللي ملهاش علاقة يا جماعة هي number B. طيب السؤال اللي بعديه بيقول ايه؟ السؤال اللي بعديه بيقول لي شاشة علقت. الله يخرب بيت التكنولوجيا. السؤال اللي بعديه بيقول لي study the opposite graph. طبعا انا معتمد انك انت جربت تحل وفي سؤال انت مش عارفه فانت قاري اصلا السؤال. study the opposite graph that represent the ions concentration of ions. ions ions يا مستر ions 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 concentration ions ions. طيب of some elements in the soil and the root hairs cells of a plant to determine which of the element move by diffusion. مين فيهم بيتحرك بالديفيوجن؟ اي يا مستر, هو الديفيوجن يعني بيتحرك بيموف فروم هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن. كلام حلو. يعني بيتحرك من ايه؟ من مين الهاي؟ الهاي ده اللي هو السويل, اللو منهاجه معاها اللي هو الروت هير. فانا هبدا اختار من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن. هعمل ايه يا مستر؟ تعال نكبر الاجابه عندي هنا او نكبر السؤال نفسه عندي من هنا ونبدا نختار سيادتك. لو انا عايز اجيب دلوقتي اليمنت, لازم يا جماعه الاول بس اصلي على النبي كده, صلى على النبي. الاليمنت عندي هنا فيه اليمنت وده عباره عن ايون كونسنتريشن. ده كده على الاكس اكسس وده كده على الواي اكسس. لازم ابص على مين على الاكس ومين على الواي. هنا بيقول لك الاليمنت الاخضر هو الروت هير, الاحمر ده او اللون ده ده عباره عن او الاورنج ده عباره عن ايه؟ سايل. انا عندي الايون هنا في نمبر 1. في نمبر 1 هنا عندي الايون عالي. هو يا جماعه الاخضر ده عباره عن ايه؟ ده الروت هير. الايون هنا في الها في الاورنج ده لو. يعني يا جماعه كده كده انت عارف ان الايون بيتحرك من السويل سوليوشن الى الروت هير, فهيتحرك من اللو للهاي. حبايبي لما اتحرك الايونز من اللو للهاي ده اسمه اكتف ترانسبورت. يعني انت محتاج اي تي بي من السيلولر ريسبيريشن. دي مش الاجابه اللي انا عايزها, انا بدور على ديفيوجن. حلو. هنا عندك الاخضر عندك روت هير يعني لو. الكبير عندك هنا الاورنج ده السويل يعني هاي. فعندك الاين لما يتحرك من الهاي لللو ده كده ديفيوجن, ودي الاجابه اللي انا اصلا عايزها. فالاجابه عندي هتبقى نمبر 2, دي الاجابه اللي انا عايزها. طب معلش خاطر سموكه حبيبك, معلش عشان خاطر عشان خاطري, معلش استحملني, معلش استحملني. بص تعال بص على 3 و 4, معلش ممكن نستفاد منها معلومه صغيره. 3 هنا مش هيحصل حاجه. ليه؟ عندي ايكوال كونسنتريشن يعني عندي ايكوال ديستريبيوشن يعني الاثنين قد بعض, مش هيحصل حاجه. طب نمبر 4 اشمعنى يا مستر؟ ايوه اشمعنى نمبر 4 دي؟ نمبر 4 دي ليه موجوده في مكان واحد بس؟ تعال اقول لك كده هي موجوده فين؟ موجوده في السويل, في السويل بس, يعني ما دخلتش جوه البلاند. يا جماعه اصل الاليمنتس بتدخل جوه البلاند اكوردنج تو ذا سيل نيد او اكوردنج تو ذا سيل ريكوايرمنت, على حسب حاجه النبات. يبقى اكيد اكيد الاليمنت نمبر 4 ده ذا بلاند دازنت نيد ات, النبات مش محتاجه, النبات مش محتاجه. يبقى الاجابه عندي يا جماعه كسؤالي الاجابه هي نمبر 2 اللي هي دي بس. طيب ارجع تاني لكلامي على السؤال عندي الاجابه هتبقى نمبر 2 اللي هي الديفيوجن. سؤال حلو بيقول لي هنا سؤال نمبر
13 بيقول لي the opposite figure represent a lab experiment of which cylinder full of air is put above another cylinder full of colored gas. ايه فكرة السلندر يا جماعة؟ ده شكل السلندر بيكون عامل كده، ده سلندر اهو عامل كده، وجبت سلندر تاني حطيته فوقيه بالعكس، يبقى السلندر التاني عامل كده بالعكس عامل كده، يبقى اهو، يبقى انت عندك اللي فوق ده سلندر وده التاني سلندر تاني. تمام، ايه اللي حصل عندي؟ بيقول لي سيادتك دلوقتي انت حطيت هنا كالرد غاز جاز 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 افتر وان اور، بعد ساعة 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 مش عايز اقولها، لو قلتها لو قلتها لو قلتها لو قلتها جاوبت، الغاز انتشر في الانبوبه، انتشر عند فيوجن. لما وقفت في وسط القاعه كده قلت عايز برفيوم، حد يجيب لي برفيوم، بتوحم انا مش بتوحم يعني، جبت برفيوم في القاعه، بدا يا حماده يا حماده اللي في اخر القاعه شميت الريحه، قول لي اه مستر خلاص شميت. ليه يا جماعه؟ عشان البرفيوم اتحرك من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن ديو تو كونتينوس موشن، حركه مستمره. بس خلي بالك البرفيوم ما راحش لحماده بس، راح لحماده وراح عند الجيران يمين وشمال ورجع لي تاني وشميت، يعني هو بيتحرك، هو هل هو بيتحرك في اتجاه واحد؟ لا، في كل الاتجاهات كونتينوس موفمنت، حركه مستمره. يبقى انا هختار الاجابه عندي يا جماعه نمبر 1 ذا اوكرنس اوف ديفيوجن، حصل عندي ديفيوجن في نوم upward and downward، فمالت فوق ومالت تحت، والها مالت فوق ومالت تحت، فانا عندي ها المولكيولز عماله تتحرك هاي لفوق ها، وتتحرك عندي كمان لتحت، فوق وتحت فوق وتحت. طيب فحصل عندي حاجه اسمها ديفيوجن. سؤال حلو، الاجابه عن السؤال بعد كده عندي سؤال رقم 14 بيقول لي سيادتك by studying the opposite figure what is the reason for the water color change inside the beaker into red color after an hour، بعد ساعة ايه اللي خلى ان المية لونها change the beaker into red color، اتحول اللون الريد؟ ابص عندي كده في الرسمة بيقول لي ايه، بيقول لي انت عندك هنا red ink solution، ink 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 حبر 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 حبر، عندك في المنهج اللي ما حلهاش ما ذاكرش، روح ذاكر ابوس ايدك ذاكر، بص ريد انك سوليوشن عندي هنا جوه فانل، الفانل ده فيه حبر لونه احمر، كلام حلو، وجوه هنا عندي ووتر كونتينر، ايه اللي حصل يا مستر؟ بيقول لك بعد فتره الميه بدات لونها يتغير للريد، معنى كده ان الحبر انتشر في الميه فروم هاي كونسنتريشن الى لو كونسنتريشن. يا جماعه انك في ميه، حبر في ميه، برفيوم هنا في الهواء اهو، يبقى عندي ذا انك موف ثرو ذا ممبرين باي ديفيوجن، فالاجابه عندي هتبقى نمبر A. سؤال حلو، بيقول عندي هنا السؤال ده بيقول ايه؟ بيقول لي انا جبت عندي ان ذيس فيجر ان ذيس فولوينج فيجر، عايز اكبر شويه كده السؤال، بيقول لي الشكل اللي قدامك ده في سيليولوز ساك، كيس من السليلوز، والسليلوز ده عباره عن ماده بيرميبل موجوده في السيل وول، لا وول 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 بيرميبل، مالها؟ شلون بتحطت فين؟ في بيكر، والبيكر ده خلي بالك بقى انا كده عندي كام حاجه، حاجتين عندي بيكر وعندي ها ساك، عندي بيكر وعندي ساك، عندي بيكر وعندي ساك، كلام حلو. 1 2 3 يا حبايبي قبل ما احل السؤال ده لازم اطلع المعطيات بتاعتي، زي ما بتحل في الماث مش بيجي لك رسمه بتجيب منها بيانات بره، ايوه اعمل ايه؟ جاوب. تقول لي مثلا ازاي؟ يا عم بص عندك هنا بره في البيكر 10% جلوكوز، وعندك جوه هنا جوه الساك 10% جلوكوز، تقول لي مثلا ما هم قد بعض، يبقى طبيعي ان مفيش حاجه هتتحرك. انا معاك خلاص، بس يا جماعه 10% جلوكوز يعني 90% ووتر، خليك نضيف كده وطلع الحاجات كلها قبل ما تحل، يبقى 90% ميه، 90% ميه، سؤال حلو. طب هنا عندي 100% ميه يبقى زيرو جلوكوز، ده فين الكلام ده؟ فين يا جماعه الكلام ده؟ في السوليوشن نفسه. طب جوه الساك الكيس 20% جلوكوز يعني 80% ميه ووتر، 80% ميه. طب هنا بيقول لي 20% جلوكوز في البيكر يبقى 80% ووتر، 80% ميه. طب في الكيس نفسه 10% جلوكوز يبقى 90% ووتر، 90% ميه. طب حلو، انا كده طلعت بياناتي كلها، بقيت راجل مظبوط، راجل محترم، راجل تمام زي الفل، شغلي كله مظبوط، شغلي محترم. ابدا اجاوب على الاسئله اللي عندي، انا مستخسر امسح الكلام ده، ممكن الامريكان يجيب لي بس كده الشيت اللي فيه الاسئله. انا عايز اجاوب لك الاسئله بس من قبل حتى كده، من قبل حتى ما انزل السؤال تحت، لان لو نزلت السؤال الاجابات عندي كده هتختفي عندي او الكلام هيختفي. لو انا عندي
بيقول لي اول سؤال what is the concentration of water تركيز مية. اركز بقى في السؤال بيقول لي تركيز المية فين في البيكر ولا في الساك. بيقول لي the water approximately inside the cellular sack. يبقى انت بتتكلم على الكيس ها نمبر كام نمبر 1 سؤال رقم واحد اهو فين الكيس يا جماعه ادي الكيس ده الساك ده البيانات بتاعته تركيز المية 90% كلام حلو. طب رقم 2 what is the concentration of water مية فين في السوليوشن اللي في البيكر نمبر 3 البيكر نمبر ده السوليوشن رقم 3 في البيكر الميه كام 80% ده في البيكر نفسه اللي هو الحوض نفسه ما قالش الساك. طيب بيقول لي what is the concentration of glucose فين inside the solution in the beaker of in the case number 2 يعني في السوليوشن في البيكر نفسه في الحوض تركيز الجلوكوز عندك 0% عندك 0% عندي 0 اهوت يبقى الاجابه نمبر 3 ده عندي ها 0 ده كده السؤال يا جماعه هنا رقم كام مش عارفين رقمه كام بس سؤال حلو وده يبين لنا حاجات كتير جدا. طيب بيقول لي سؤال رقم 16 What is the phenomenon which explains the reason why the vegetable gain the salty taste when being cooked? ليه الفيجيتابلز بتجين سولتي 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 يعني سولت ملح 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 يعني ايه ملح يعني ايونز ايونز بوزيتيف كاتايون نيجاتيف انايون هو الايونز يا جماعه بتتحرك بمين بالديفيوجن 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 سؤال حلو ركز في الكلام ركز في الكلام وترجم الكلام. طب حلو السؤال اللي بعديه 18 ده سؤال حلو ونفس الفكره المتكرره تعالى يا عم نكرر نفس الفكره التركيزات يا امريكاني التركيزات تركيز ميه ولا ملح ملح. طب بيقول لي 1% يعني 1% سولت ولا ووتر سولت يبقى كام في الميه ميه 99% ميه 99% ووتر اهو كلام حلو. طب لو 3% يبقى 3% ايه سولت جدع يبقى كام في المية مية 97% مية كلام حلو. طب 5% يبقى 5% صولت كام في المية مية 95% مية يلا حرك لي كده المية من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن اعلى تركيز هنا فيهم مين 99% مية 99% مية ده اعلى تركيز مين اقل شويه 97 اقل خالص 95 يلا خلي الهاي يدي للو خلي الغني يدي الفقير يلا ها من الهاي للو من الهاي للو طب ما من الهاي للو برضو ما هو الغني بيدي الفقير. طب حلو تعالى كده نبص عندي هبص على الاجابات الاسهم دي انا لقيت السهمين دول هل ده صح لا ده مش صح ما ينفعش هل ده صح الاسهم دي ما تنفعش هل ده صح بس انا عندي السهمين دول بس يعني ده ممكن يكون صح هرجع له تاني هل ده صح لا غلط بس السهم التالت ده ما كانش موجود عندي مش مشكله بس انا عندي اهو من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشنز عندي فالاجابه هتبقى الثالثه ديت. طب حلو طب السؤال اللي بعديه بيقول ايه السؤال اللي بعديه بيقول لي the opposite figure represent two identical cells خليتين قد بعض زي بعض بالظبط One of them is put in a high concentrated solution اللي هي دي اتحطت في high concentrated solution وبعدين قال لي and the other is put in a low concentrated solution والتانية اتحطت في low concentrated solution محلول تركيزه عالي يعني عالي ملح او عالي سكر ايا كان which choice in the following shows the change that happened after the cells put after the two cells after 30 minutes بص يا سيدي انا هبدا ان انا اعمل كده وابدا اعمل كده هحط دي في كده في كونسنتريتد شوجر سوليوشن مركز يعني مركز ملح يعني الملح عندي ياما يبقى الميه مالها يبقى الميه قليله يبقى انا عندي هنا جوه السل جوه البلانت سل الميه عندي هاي عكسها والسولت يبقى ايه السولت يبقى لو فالميه هتتحرك من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن هو الهاي فين الهاي ده بره جوه انا اسف جوه اللو فين اللو بره يعني الميه هتطلع بره ميه يعني اوسموزس ده هنا حصل عندي اكزو اوسموزس يعني الميه هتطلع بره يعني هيحصل شرينكج ولا سويلنج لا يا جماعه شرينكج ان الميه طلعت من البلانتس لبره فحصل شرينكج انكماش فانا عندي هو حصل انكماش هل هنا حصل شرينكج لا هنا شرينكج لا هنا
وهيجيب عندي الوحيده اللي حصل شرينكج، فقدت الميه فالسلم برين دخل لجوه. وكده يا جماعه البلانت فقد الفسيولوجيكال سبورت في سينيور 3 تعرفها بالتفصيل. النبات فقد الدعم الفسيولوجيه بتاعته. امال لو انا جيت قلت النبات الثاني لو كونسنتريتد سوليوشن، بعد اذنكم اشرب ميه. لما اقول لو كونسنتريتد سوليوشن، محلول مخفف، مخفف يعني الملح فيه قليل، يبقى الميه فيه عاليه، يعني الميه جوه بره عاليه، يبقى يا جماعه الميه تتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، يبقى الميه هتدخل جوه البلانت سيل. كلام صح؟ يعني ساعتها الخليه تبدا ان هي يحصل لها سويلنج ولا شرينكج؟ لا سويلنج، انتفاخ. فالخليه عندي انتفخت انتفخت اهيت، فالاجابه عندي دي كلها على بعضها، الخليه مالت ميه وانتفخت وضغطت على السيل وول من بره. خلي بالك ان السيل وول او البلانت سيل ممكن يحصل لها انتفاخ او يحصل لها عندي ها سويلنج، انما الانيمال سيل بتنفجر، لان احنا عندنا يا جماعه ما عندناش سيل وول، انما البلانت سيل عنده سيل وول. السيل وول في البلانت سيل بيتكون من سليلوز، ماده الاستيك زي الاستيك، تاخد وتدي معاك، تكبر معاك، انما عندك السيل ممبرين في جسمنا احنا ما عندناش سيل وول، فلو دخلت ميه زياده ات بريست يبقى بتنفجر. ودي فكره سؤال جاي كمان شويه على فكره. نفس الفكره، نفس الفكره، هي 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 هي. يلا حبايبي جاوب. 12% يبقى 12% ميه ولا ملح؟ ها 12% ايه؟ ما انت 12% ايه؟ ملح. يبقى 12% صولت، يبقى كام في الميه ميه؟ يبقى 88% ميه. 10% يعني 10% صولت ولا ووتر؟ صولت. 10% صولت جدع، 10% صولت، يبقى 90، يبقى 90% ها ووتر. طب 8% يبقى 8% صولت ملح، يبقى عندي كام في الميه؟ 92% ميه. يلا حرك لي يا حبايبي الميه من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن. مين اعلى تركيز في الميه؟ 92. اقل شويه اعلى تركيز 92، اقل شويه 90، اقل خالص 88. يعني يا جماعه ال 92 ده بيدي لمين؟ بيدي لل 90، وفي نفس الوقت بيدي لل 88. طب ال 90 بيدي لل 80 لان هو اعلى منه. فين الثلاث اسهم دول؟ اجابه دي. ده كده الثلاث اسهم دول عندي، اللي هو ده بيدي لده ده بيدي لده. طيب صلى الله على النبي. سؤال رقم 23 بيقول لي ذا فولوينج فيجر، الشكل اللي قدامي. الشكل يا جماعه شكله مخيف، مخيف جدا 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 يا مستر. السؤال ده شكله صعب جدا، صعب كتكنيله، حلينا زيه ياما، كلها افكار واحده مع تغيير شكل السؤال. اغير لك في شكل السؤال تتخض، ايه ده يا مستر ده سؤال صعب جدا، انا اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ عملك اسود. In the following figure, two pieces of potatoes have the same weight. البطاطسيتين اللي قياد النيل على البطاطس اللي كل شويه قالفين بيها، البطاطسيتين نفس الويت عندي. At an equilibrium state on the shown balance, what will happen when both of them are immersed in beakers 1 and 2؟ دلوقتي انا عندي نفس البطاطسيتين زي بعض، هتحطهم في بيكر 1 وبيكر 2، تمام. انت عندك هنا كونسنتريتد شوجر سوليوشن، سكر ماله مركز، يبقى مركز، مركز ايه جماعه؟ مركز محلول سكر مركز. مركز ايه؟ مركز ميه ولا سكر؟ ميه، هنا مش ملح، هنا في سكر وميه، مركز سكر جدع. يبقى السكر عندي هاي، يبقى الميه ايه؟ الميه ايه؟ الميه لو، يبقى الميه تركيزها قليل. حلو. طب البطاطسايه، البطاطسايه عندي فيها الميه، الميه تركيزها بيكون عالي، البطاطس فيها الميه عاليه، والسكر اللي هو الستارش اللي موجود فيها بيبقى قليل، يعني الميه تتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، يعني الميه هنا هتطلع من البطاطسايه لبره في الميه هنا، يعني الويت او الحجم بتاعها او وزنها او الفوليوم بتاعها هيقل، ذا ويت هي ويل ديكريز، حجمها هيقل. تعال نبص الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه انت جايب ديستلد ووتر، الميه المقطره دي في علماء بيقولوا ان هي ذا بيورست ووتر ايفر، اكتر ميه نقيه، نقيه يعني 100% ميه، مفيش اي حاجه ثانيه، يعني اكيد اكيد الميه تركيزها هنا عالي. حتى لو انت عندك هنا في البطاطسايه في ميه
وفي كمان برضو شجر، بس اكيد اكيد تركيز الميه مش 100%، يبقى الميه اكيد قليله بالنسبه للميه هنا. يبقى الميه تتحرك من الهاي كونسنتريشن لللو كونسنتريشن، فالميه تبدا تدخل جوه البطاطسايه. لما تدخل جوه البطاطسايه يا حبايبي حجمها او الفوليوم بتاعها هينكريز ولا بيديكريز يا جماعه؟ هينكريز، حجمها عندي هيزيد. فاختار الاجابه اللي فيها اكس the weight of x the weight of x decrease and the weight of y هو اللي بي increase. كده اختار الاجابه، استنى كده لحظه واحده. The weight of x increase and the weight of y will decrease. الاجابه عندي هتبقى يا جماعه c the weight of x increase and y عندي هو اللي بي decrease. طيب لحظه واحده كده، the weight، لا لحظه واحده، الاكس عندي هنا بتفقد الميه، لا انا اسف انا اسف اتلخبط، الاجابه عندي تبقى دي يا جماعه، دي 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 دي. الويت عندي بتاع البيس اكس بيديكريز، دي بتقل، والويت بتاع الواي بينكريز، الواي هنا بيدخل الميه جواها، انا اسف يا جماعه سوري قريت غلط. يبقى عندي الويت بتاع البيس اكس بيديكريز والواي عندي ها بينكريز. طيب الاجابه عندي هتبقى دي. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه بيقول ايه. وين ايمرجينج، يا سلام على السؤال ده. لما تيجي تغمر بلانت سيل خلية نباتية، أرجوك 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 اكتب اعمل كده مربع حوالين بلانت سيل. سؤال رقم 24 ده اكتب جنبه، اكتب جنبه كده بالعربي كده، بص على سؤال 27 بعديه. سؤال 27 لازم تبص عليه بعد السؤال ده، وأنا هحل ده وبعدين 27 مش هحل اللي بعديه. ليه؟ What happens when the emerging ablant cell in a solution with low osmotic pressure 1%؟ يا سلام على 1%. ده بص يا جماعه بيقول لي انا جبت عندي بلانت سيل اهي، انا عندي بلانت سيل حطيتها في سوليوشن، السوليوشن ده 1%، الاوزموتيك بريشر 1%، 1% ميه ولا ملح؟ ملح. جدع الامريكاني شغال باي، الله اكبر، بايو فيزيكس الاثنين. 1% صود يبقى كام في الميه ميه؟ 99% ميه. يبقى الميه عندي هنا ياما، فالميه هنا ياما اكيد اكتر من اللي جوه، فالميه هتتحرك جوه البلانت سيل، فالبلانت سيل تدخل جواها الميه. اسالك سؤال، هل البلانت سيل هيحصل لها سويلنج انتفاخ؟ اقول لك اه. هل يحصل لها شرينكج انكماش؟ لا. هل يحصل لها بريستنج؟ لا. جماعه هتنتفخ، هتنتفخ تنتفخ ولكن مش هتنفجر. ايش معنى يا مستر؟ اقول لك تعالى يا عم ايش معنى؟ اصل البلانت سيل عامله كده، عندها من بره سيل وول، بعديها سيل ميمبرين، وادي نيوكليس، ادي الفاكيول، وادي السيتوبلازم. اللي بره ده عباره عن ايه؟ سيل وول 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 وول. بيتكون ايه يا جماعه؟ من سليلوز 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 سليلوز. السليلوز ده ماله؟ ماده من سينيور 1، عارفين ان هي ماده الاستيك 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 شبه البلاستيك، يعني بتمتد معايا، بيحصل لها سويلنج، يعني فيها نوع من الالاستيسيتي من المرونه، يعني مستحيل البلانت سيل تنفجر الا لو كميه ميه بقى كبيره جدا للحد الطبيعي، وده ما بيحصلش ياما. فانا عندي هنا يا جماعه الالاستيك اللي هو السليلوز بيساعدها على السويلنج. الله، امال ايه يا مستر السؤال رقم 27 اللي انت قلته ده؟ اقول لك طب تعالى عكس هنا الانيمال سيل، الانيمال سيل بقى ما عندهاش سيل وول، بتبدا بالسيل ممبرين على طول، والسيل ممبرين ده يا جماعه هيحصل فيه بريستنج. تعال كده نشوف سؤال رقم 27، طبعا الاجابه تبقى اتس سوالز. سؤال 27 فين؟ سؤال سبعة اهو، سؤال 27 بس سلام على الجمال. سؤال 27 عكسه اللي احنا قلناه من شويه. What happen when emerging an animal cell؟ خليه حيوانيه، شكل الانيمال سيل عامله ازاي؟ اهي 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 ادي الانيمال سيل نيوكليوس او حواليها سيتوبلازم، يعني اللي بره ده عباره عن ايه؟ اللي بره ده سيل ممبرين، ما عندهاش سيل وول. طالما عندها سيل ممبرين يا جماعه، سيل ممبرين، يبقى لما تحطها في سوليوشن 1%، لما تحط الخليه دي في سوليوشن اهوت 1%، 1% ايه؟ 1% ملح، يعني 99% ميه، يعني الميه بره تركيزها عالي، يعني هيحصل اندو اسموزس، فالميه تدخل جوه الخليه. هل الخليه دي تستحمل ان الميه تدخل جواها؟ لا. ليه؟ عشان انيمال سيل، البلاند سيل بس اللي تستحمل عشان عندها سيل وول، انما الانيمال سيل مستحيل تستحمل. يبقى يا جماعه الخليه دي ايه اللي يحصل فيها؟ اتبريست، بتنفجر تنفجر، لان الانيمال سيل ما عندهاش سيل وول، عندها سيل ممبرين على طول، انما البلاند سيل اتسولز بتنتفخ. عرفت الفكره والفرق بين الاثنين مع بعض؟ يا رب اكون افدتك ورب كده بساعدك. تعال نرجع تاني لكلامنا كده. سؤال رقم 25
بيقول لي in which of the following tubes will the water move through semi permeable sac by osmosis. المياه تتحرك. هبص عندي على التيوبز. تيوب نمبر 1 بيقول لي هنا distilled water وبره عندي sugar solution. هنا ممكن في قابليه للميه ان هي تتحرك. هنا ممكن الميه تتحرك. هنا برضو رقم 2 عندي حاجتين. عندي بره هنا distilled water وجوه الشوجر. انما هنا عندك distilled water جوه والبره عندي الشوجر. يعني ممكن الميه تتحرك هنا في 1 و2. طب بص على 3. 3 عندي هنا شوجر وهنا شوجر سوليوشن. مستحيل الميه تتحرك لان هما اصلا 2 سكر. طب هنا عندي distilled water وdistilled water يعني بره في السوليوشن وجوه في الساك الاثنين distilled water ميه مقطره. يعني الاثنين 100% ميه. هتتحرك ازاي يا حبايبي؟ مفيش حركه. يبقى يا جماعه الميه ممكن تتحرك في تيوب نمبر 1 ونمبر 2 لان في اختلاف تركيزات او يكون في اختلاف عندي في الووتر والايه والشوجر. انما عندك هنا في 3 و4 مستحيل اصلا يحصل عندك تحرك للووتر. سؤال جميل. السؤال اللي بعديه بيقول the opposite figure shows the rising of concentration of sugar solution inside a glass tube connected. انا عندي glass tube. تمام. الجلاس تيوب ديت انا لسه ما جبتش القلم. بيقول لك the opposite figure shows the rising of concentrated sugar solution inside a glass tube connected firmly. فين الجلاس تيوب اللي جوه البطاطسايه ديت؟ متثبته. انا عندي دي جلاس تيوب متثبته ازاي؟ firmly باحكام وبقوه inside a hollow piece of carrot that is put in a distilled sugar solution. حلو. What is the reason for the rising of this solution؟ ايه اللي يحصل في السوليوشن بتاعي ده؟ فكر معايا كده. لما اجي اقول يا جماعه عندي هنا اقول ان انا عندي بره هنا diluted sugar solution. فاكر البطاطسايه؟ فاكرها؟ فاكر البطاطسايه؟ بطاطسايه ها؟ غيرتها جبت جزرايه. ايه رايك؟ كرييتيف ولا مش كرييتيف؟ كرييتيف يا عم. وعن الكرييتيفيتي سلسه موك. ايه رايك يا عم؟ كلام اهبل. نفس اللي حصل هناك في البطاطسايه هيحصل هنا عندي برضو في الجزرايه. يبقى الموضوع عمليه في بيتها يعني. فبص انا عندي هنا diluted sugar solution يعني ايه مخفف؟ مخفف يعني الميه عندي ياما. يبقى الميه عندي كتير. يبقى الميه هتتحرك منين؟ بص البطاطسايه هنا اللي جوه كونسنتريتد. الميه يا جماعه هتتحرك منين؟ من جماعه طبعا ده كده افتر 2 اورز. الميه عندي هنا ياما. تمام. فالميه هتدخل جوه مين؟ الاول تدخل جوه البطاطسايه يعني اندو اسموزس. فالميه جوه البطاطسايه بعد فتره الميه تركيزها هيعلى. هو جوه البطاطسايه في عندي الجلاس تيوب دي. جواها ايه؟ قال لي جواها كونسنتريتد شوجر سوليوشن محلول مركز. مركز يعني الشوجر عندي كتير. يبقى الميه عندي ايه؟ الميه عندي هنا قليله. فالميه هتتحرك من جوه البطاطسايه هنا الى جوه الجلاس تيوب هنا. يبقى يا جماعه حصل عندي ايه؟ حصل عندي اندو اسموزس وبعدين اكزو اسموزس. فاكر البطاطسايه في السؤال تقريبا رقم 4، سؤال تقريبا رقم 5 او 6 في الشيت عندك. لا نفس فكره البطاطسايه. الميه اتحركت هنا من الديلوتد شوجر سوليوشن. اكيد بص يا جماعه اكيد الميه مش مره واحده هتخترق الديلوتد او الديلوتد تدخل جوه ايه؟ تدخل جوه الكونسنتريتد. امال الميه اتحرك منين؟ من هنا للبطاطسايه. والبطاطسايه تدخل جوه الكونسنتريتد شوجر سوليوشن اللي جوه الايه؟ اللي جوه الجلاس تيوب عندي. فالاجابه عندي هتبقى مين؟ الاجابه عندي هتبقى هتبقى سي. ذا ووتر موف. بص بقى ذا ووتر موف. الميه اتحركت منين؟ ثرو ذا كاروت تيشوز تو ذا جلاس تيوب. الميه اتحرك من الجزرايه جوه الجلاس تيوب عندي لانك انت الميه اتحركت من السوليوشن الجزرايه او البطاطسايه ومن البطاطسايه والجزرايه تدخل جوه الميه اللي بعدها جوه. ده سؤال مركب يعني حاجتين في بعض. سؤال 27 ده احنا حليناه خلاص. احنا قلنا يا جماعه الخليه الحيوانيه ده كان مقارنه مع سؤال رقم كام؟ رقم 24. طيب هنا بيقول لي a student brought 4 equal size pieces of carrot plant root. وواضح جدا ان احنا قلبنا من البطاطسايه جبنا مكانها جزرايه. كلام حلو. Then they were treated as shown in the following figure for 4 hours. Which piece will have the smallest size؟ أصغر حجم. مين عندي أصغر واحدة فيهم؟ الله يخرب بيت التكنولوجيا. The smallest size أصغر حجم. بص يا سيدي
انت عندك هنا فريش بيس اوف بوتيتو، عندك هنا بويلد بيس اوف بوتيتو، يبقى سي سي ودي غلط. ليه بس يا مستر؟ ليه بفكر بس حبيبي؟ بويلد بيس اوف بوتيتو غلتها يعني ماتت، دد ماتت 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 ماتت، انسى الكلام ده خلاص، انسى دي وانسى دي خلاص. طيب اكيد انا بدور على حجمها صغير في الاي والبي، اكيد حجمها صغير يعني فقدت ميه، يعني الخليه يحصل لها شرينكج، يعني اكيد محطوطه في محلول مركز عنده ملح كتير ميه قليله، فنسحب منها الميه بره. انت حطيت عندك هنا ميه وده كده عندك البوتيتو، ما دي ميه، يعني الميه عندك هنا هاي كونسنتريشن، فالميه هتدخل هنا جوه البطاطسايه فيحصل لها سويلنج. لا، فالاجابه عندي هتبقى بي بي بي. اشمعنى يا مستر؟ انت حاطط هنا كونسنتريتد شوجر سوليوشن، محلول سكر مركز، يعني مركز سكر، يعني السكر عندي هاي، يبقى الميه عندي ايه؟ الميه عندي لو. طب هنا عندك جوه الجزرايه، الجزر فيها ميه، الميه تركيزها هيكون عالي، فهنسحب الميه من الهاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، فنسحبها يا جماعه من هنا من بره من جوه هنا لبره عندي، فيحصل اكزو اسموزس، فيحصل لها شرينكج فتخس، فهي دي اصغر حجم عندي اللي هي نمبر بي. طيب السؤال اللي بعديه بيقول، سؤال 29 بيقول لي the opposite figure shown an experiment to detect the osmosis. If you know that the concentration of sugar solution in the beaker، في البيكر عندي sugar solution 10%، يبقى بيقول لي solution عندي، احجز الامريكاني، احجز الامريكاني، عشان السؤال ده جاي لك ليك انت، يلا عشان خاطر ايه؟ السوليوشن هنا 10% والكونسنتريشن بتاع السيف فاكيول اند اوف ستارش solution in the self vacuum 5%، يعني جوه البطاطسيه هنا عندي 5%، 5%. طب حلو، 5% ايه ستارش؟ لما اقول لك 5% ستارش وهنا 10% ستارش وهنا 5% ستارش، 10% ستارش يعني سكر، سواء سكر او ملح، يبقى كام في الميه ميه؟ كام في الميه ميه؟ 90% ميه، اهو هكمل بقيته ميه، كلام محترم. 5% ميه، يبقى عندي كام في الميه ميه؟ 95% ميه، يبقى 5% ستارش 95% ميه. فين الهاي كونسنتريشن اوف ووتر؟ جوه البطاطسايه. فين اللو كونسنتريشن؟ بره في السوليوشن. ساعتها الميه هتتحرك منين لفين؟ ها الميه هتتحرك منين؟ ما لو هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، فين تركيز الميه العالي؟ جوه البطاطسايه ولا بره؟ الميه جدع، الميه جوه البطاطسايه عاليه. طيب فين اقل؟ جاوب. اقل عندي بره، جاوب ما تخافش جاوب، عندي اقل بره، فالميه تتحرك من الهاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن، يعني الميه هتطلع من البطاطسيه هتدخل جواها، هتطلع منها بره، جدع الميه هتطلع منها بره، يعني هيحصل اندو اسموزس ولا اكزو اسموزس؟ اكزو اسموزس، فالميه هتطلع بره من البطاطسيه. فانا هبدا ابص على الاجابات عندي، الفوليوم بتاع الووتر اكس، الفوليوم بتاع الميه اكس ديت، هو هنا بيقول لي في السؤال عايز الفوليوم يعني كميه الميه اكس، اكس دي كميتها هتزيد ولا هتقل؟ لا يا جماعه كميتها هتقل، بتول ديكريز، كميتها هتقل ليه؟ هقول لك يا سيدي، بص مش انت هتاخد الميه من هنا، هنا الميه كانت قليله صح؟ وهنا الميه ناقصه، الميه هنا كانت كتيره والميه هنا كانت قليله. طب حلو، فانت عمال تاخد الميه من الهاي الى اللو، فالميه هنا بتقل، فبتاخد ميه من بره تدخلها جوه البطاطسايه، فهنا الفوليوم، الفوليوم بتاع الميه هيديكريز. حلو، طب السؤال اللي بعديه بقى او الناحيه الثانيه، يبقى انا هختار ديكريز، يبقى الاجابه هتبقى هي ايه؟ مفيش غير ايه؟ طب الفوليوم اوف شوجر سوليوشن واي، حجم الشوجر في السوليوشن واي، خلي بالك بقى جماعه، انت عمال هنا عندك بتديكريز بتقل كميه الميه، انت عندك الميه هنا هاي والميه هنا عندك لو كونسنتريشن صح كده؟ احنا قلنا عندي هنا 5% 10% فين في السوليوشن، يبقى 90% ميه هنا، هنا عندي 5% جوه يبقى 95% ميه، فانت عمال تنقل الميه من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن، فانت عمال تنقل الميه، خلي بالك تنقل الميه من الهاي كونسنتريشن لو كونسنتريشن، كلام حلو. فانا عندي الميه عماله تتحرك من الهاي للو، يعني بعد فتره يا جماعه، بعد فتره الميه هنا هتزيد ولا هتقل؟ هتزيد، هتزيد، يبقى الفوليوم بتاع الشوجر سوليوشن
الفوليوم بتاعه هيعلى. يا جماعه انا ما قلتش تركيز، انا قلت فوليوم يعني حجم، فوليوم يعني حجم، الحجم بتاعه هيزيد. لو قلت تركيزه هيقل، لانك انت الميه عندك بره هتزيد، يعني الشجر او الستارش اللي عندك هيقل. لو قلت لك الكونسنتريشن يبقى الكونسنتريشن هيقل. امال لو قلت لك الفوليوم الحجم بتاعه هيعلى، لان الميه عندك هتعلى، تركيز الميه بره عمال بيعلى، لانك انت بتاخد الميه من الهاي كونسنتريشن الى اللو كونسنتريشن، يعني بيحصل عندك حاجه اسمها اكزو اوسموزيس. ده كده بالنسبه للسؤال رقم 29. بص يا حبايبي، احنا هنوقف لحد السؤال ده، وان شاء الله رب العالمين هنكمل في فيديو تاني، بحيث ان انا ما اطولش عليك وما تملش مني وتزهق مني. طبعا انصحك نصيحه صغيره بس، ما تحاولش تعمل الفيديو على مثلا تسرعه واحد وربع او واحد ونص، كده كده اصلا انا سريع لوحدي، فاسمع واحده واحده على مهلك، وادعي لنا بالخير كده للخير اللي بنعمله احنا معاك. وما تنساش انك انت تطبق زي ما احنا بنطبق، انا بطبق معاك بطريقه معينه، احفظ انا بعمل ايه وطبق بعد كده على اسئله، لان بعد كده لما ادي اسئله في امتحان شامل او في اي اسئله تانية او في المراجعات او في اي مكان تاني، وكده كده هنحله ياما. دايما لازم نتميز بان احنا بنحل كتير، فطالما سيادتك عايز تحل لازم سيادتك تطبق كتير. تطبق يعني ايه؟ يعني تحل. فلما تيجي تحل يقف معاك حاجه تفتح الفيديو. لو انت حاسس انك انت تايه ومش مركز قوي ومش مجمع جامد، اسمع الفيديو من اوله لاخره سؤال سؤال، هتلاقي ان هما كان فكره عمالين بيكرروا مع اختلاف الصور مع اختلاف الكلام اللي موجود عندي، ولكن الافكار بتكون ثابته هي هي. شكرا لكم يا جماعه ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله اقابلكم في الفيديو الثاني في بارت 2. شكرا لكم، مع السلامه، باي باي.